عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. اليوم ضيفي شخص غني عن التعريف، طالما قدم الكثير من الخدمات على مستوى الحياة الطبية في الكويت، هو الدكتور راشد عبد العزيز العويش. دكتور حياك الله معنا، ونحن سعداء بهذا اللقاء. الله يحييك. وحقيقة يعني بعد تواجدك الدائم والمستمر في وسائل الإعلام نفتقدك كثيرا. الله يعطيك العافية، البركة فيكم. الله يبارك في عمرك. دكتور، لابد بداية أن أتوقف عند متى كانت الولادة وأين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا شاكر البرنامج وشاكر حضرتكم خالد على تشريفكم في بيتنا، وإن شاء الله يكون الـ يعني الاستعدادات اللي احنا سويناها يعني تظهر البرنامج بشكل جيد إن شاء الله. أنا انولدت في سنة 1949، ولو أن أنا عندي شهادتين ميلاد صراحة، مو شهادة واحدة، واحدة 48 واحدة 49، عاد منه نصدق. ولهم قصة طبعا، هذا الموضوع له قصة، يعني أن أنا كنت 48 الأول، بعدين سويت شهادة ثانية 49. ليش؟ كانت الشهادة الأصلية معي وأنا أدرس في القاهرة. وبعدين رجعت الكويت عشان أتعين عقب ما تخرجت طب. فطلبوا شهادة الميلاد الأصلية. فطبعا انا قلت لهم شهادة الميلاد موجوده في جامعه القاهره. لا ما خلصت، يعني لسه امتياز. كان يقول لا، لازم شهاده ميلاد ولا ما يصير تعيين. كان يقول لي مدير المجلس الطبي، ايش رايك نعمل لك تسنين؟ تسنين اي، وهذه ترك وايد كويتيين. ايوه، تسوي تسنين. اي زين، حسب كم سنه درست بالطب ومتى رحت، كم عمري، كذي كذي، طلع نفس التاريخ اللي انا مراجعه. اي نزل منه 25 سنة حسب أن تخرجت يعني. وطلعني 49. فصرت فبراير 49. يعني هذه مفارقة عجيبة، ولكن تخسرت سنة في التسنين. لا مو سنة، لا شهرين بس. شهرين؟ شهرين، لا شهرين، لأن أنا كنت برج القوس، طلعت في برج ثاني. ما خالف. فبعدين طبعا الولادة في منطقة الشرق، قصدي الجبلة، آسف، ومنطقتنا كان يسمونها براحة عباس. بعدين أنا عرفت عباس أو أبو جاسم اللي هو أبو الدكتور عيسى خليفة اللي كان وكيل وزارتنا. نعم، المنطقة هذه المنطقة كانت. لا، وهي يقال حتى من كم يوم قرأت أنه هي أصلا يعني براحة حمود الناصر. نعم، البدر يعني. نعم، ولكن عباس استثمر فيها كم دكان، ممكن فنسبت. نعم، نعم. عموما كلها مناطق الكويت. جيراننا كان يعني الدكتور أحمد الخطيب. نعم، وعقاب الخطيب، هذا الجيران. نعم، يعني كلهم أهل الكويت خير وبركة، وكل واحد ترك بصمته حقيقة. صحيح، في مكان ما. إذن كيف بدأت خطواتك في الدراسة؟ والله بحكم أن أنا موجود في المنطقة ذيك اللي هي منطقة جبلة. نعم، كانت المدرسة القريبة مني هي مدرسة المثنى. اللي هو الآن مجمع المثنى اللي موجود يم بسط منطقة الجبلة. وأنا أتذكر طبعاً في مدرسة المثنى، لأن أنا أتذكر في 1954، نعم، لما صار يسموها سنة غرقة. إيه؟ اللي هي الكويت تقريباً غرقت من المطر. والناس في المدارس. في المدارس. فأنا أتذكر أن احنا وقفوا الدراسة عندنا، وجابوا أهل اللي قاعدين في جيوان. إيه؟ اللي نعم، عندهم عشيش، اللي عشيشهم كلها راحت، جابوهم المدرسة عندنا. وأنا أتذكر يعني احنا كنا طبعاً المدرسة كان فيها قسمين، قسم اسمه بستان. اللي هو روضة حاليا يسمونه. نعم، بستان أول. نعم، وقسم ثاني ابتدائي اللي هو الابتدائي. وكان الله يرحمه محمد النشمي مدير البستان. هي، أو ناظر البستان. ناظر البستان. والابتدائية ناظرها عقاب الخطيب. إيه ما شاء الله. يعني هذه المدرسة الابتدائية. طبعا في ثالث ابتدائي الدولة قررت أن الناس تطلع برا السور. اللي هو سنة 57. نعم، يعني ان السور يعني بدأ استملاك الملوك. اي نعم، فبدت الحكومة يعني تاخذ البيوت من الكويت، من الناس، وتشجعهم ان يطلعون برا السور. يعني اول توسع كان
منطقة الشامية ومنطقة شويخ با اللي هو شويخ الجنوبي يسمونه ومنطقة الدسمة. هذه هالتوسع اللي بدأ منطقة واو منطقة هذا بعدين هذا يعتبر مرحلة أكثر، لكن احنا الشامية كان أول منطقة تطلع برا السور. فالوالد الله يرحمه يعني حصل على بيت من الحكومة يمكن مبلغ بسيط ما أتذكر والله، يمكن 3000 4000 دينار بيت، لازال موجود ديوانية العويش الآن اسمه في منطقة الشامية سنة 57. فأنا يعني انبهرت في البيت الجديد هذا، وكنت أنا عايش مع جدتي في الشرق في القصدي في الجبلة. فرحت مع أهلي الشامية، فنغلت في وسط السنة فتلخبطت علي الدراسة من المثنى إلى الشامية. فللأسف سقطت ذيك السنة اللي هي ثالثة ابتدائي. ثالثة ابتدائي. بس كانت يعني زينة إن أنا صغرت تدريب، لأن الواحد الواحد طلع تقوى يعني فعلا. بعدها قمت كله يعني عيد العلم يكرموني كله من الأوائل بسبب إن الواحد شوية تعوى يعني. نعم صحيح لله. وهل كملت المتوسطة أيضا في متوسطة بالشامية؟ نعم. والشامية كانت طبعا هي أول ابتدائي وبعدين انقلبت إلى متوسطة. نعم. يعني كانت المدرسة حسب الطلبة، كل ما يطلعون طلبة يدد يفتحون لهم يفتحون طبعا مرحلة حسب التوسع يعني. ما كانت هي متوسطة. نعم. لكن افتحوها علشان هذا. خلصنا الثانوي الشامية. قمنا الآن موضوع الثانوية. الثانوية فطبعا الثانوية كان اللي موجودة الأول واللي الناس كلها تبيها هي ثانوية شويخ على أساس على أساس كان فيها صحيح. كان فيها تقولين الداخلي اللي هو كان الطالب بيقعد في المدرسة خمسة أيام ما يروح عند أهله، قاعد يستمتع في الأكل الزين والبحر والدراسة، وبعدين كله كويتيين معاه يعني. فالأسف صراحة السنة اللي أنا رحت فيها الثانوية كانت ثانوية الكيفان، طلعت ثانوية كيفان، ووزارة التربية طلعت قرار إن لازم توزيع الطلبة حسب المناطق مناطق الجغرافية سكنهم. نعم. مناطق سكنهم. فالشامية كانت تبع كيفان. فلازم نروح كيفان، وكان شيء زين صراحة يعني. أنا الحمد لله أن أنا رحت كيفان لأن كان تنافس كبير يعني. أنا ما أقول أن الكويتيين مشاطرين، لكن يعني الطلبة الفلسطينيين والمصريين كان فيها أكبر نسبة من الأخوة العرب يعني، كانوا مثل ما تقولين حريصين على الدراسة، فيخلونك غصبا عليك تجتهد معاهم. وهذا اللي خلى طبعا الواحد ياخذ درجة عالية في الثانوية العامة ويدرس في كلية الطب. وبعدها بعد يعني أنا للأسف يعني كل مراحل هذه فيها أشياء اشتراطات يعني. لما تخرجت الثانوية العامة جامعة الكويت كانت فاتحة صار لها سنة. فالوزارة قالت ممنوع البعثات إلا اللي ياخذ 70%. 70% تخيل المجموع في ذاك الوقت 70% عشان تطلع السافر. الحين 70% ما تودي. فاجتهدنا على أساس إن احنا جايب 70، وأنا الحمد لله جبت 85. فكان عندي اختيار أن أروح وين ما أبي، أمريكا مصر وسنة الثانوية العامة مالتنا كانت سنة النكسة اللي هي سنة 67. نعم. فقبولنا في جامعة القاهرة تأخر بسبب النكسة، لكن الحمد لله الواحد راح الجامعة. نعم. إذن يعني حصولك على دبلوم الطب الصيني كيف كان هذا؟ والله طبعا هذا أثناء الدراسة؟ بعد جامعة القاهرة طبعا. بعد جامعة القاهرة. أنا تخرجت من جامعة القاهرة في سنة 73 يعني. بعد النكس انتظمت في الجامعة. في الجامعة. الجامعة. نعم. احنا دفعتنا صراحة دفعة متميزة يسمونها دفعة النكسة وتخرج العبور. والله يعني دخولنا 67 النكسة وتخرجنا في 73 مع عبور اللي طبعا الانجاز اللي سواه الرئيس انور السادات الله يرحمه. فلما تخرجت من القاهرة وجيت اشتغلت في الكويت، رحت سويت امتياز وجيت اشتغلت في الكويت. أنا كان يعني هدفي أن أنا أتخصص في أمراض النساء والولادة، وكل تدريبي في جامعة القاهرة أثناء الامتياز كان كله في موضوع النساء والولادة، تخدير عمليات. لما جيت الكويت كنت بروح مباشرة إلى مستشفى الولادة. فبعض الدكاترة نصحوني قالوا لازم تصير أنت جراح جيد علشان تشتغل بالولادة عشان عمليات القيصرية والأشياء هذه. نعم. فدخلت مستشفى الأميرية أشتغل جراحة،
وصراحة الواحد ما يمدح نفسه، بس أنا كنت شاطر. ففترة صغيرة صرت يعني شايل الجناح، عارفة، سويت عمليات كثيرة كان يعني. العدد قليل والمتميز يبين ما يضيع. فحبيت الجراحة. ميزة الجراحة شنو؟ إن أنت المريض يجيك تعبان ومتألم وانت تسوي له شغله عمليه او اي شيء يعني، يطلع مرتاح ومستانس ويحط اسمك بالجريده وشكر بالجريده. طبعا إيه؟ وكانوا بعضهم متعودين يتصلون في الشيراتون يقول لنا شو اسمه هذا اسمها كيكه مشهور فيها الشيراتون. فكان على طول يعني يقول لنا هذا الشيء. فالحمد لله يعني الواحد بعدها طبعا دخلت الباطنيه كتدريب بعد باطنية اللي هي في سنوات الامتياز. هذا لا، هذا امتياز القاهرة خلص، خلصت احنا يعني تدريب بالكويت. ايه، هو لازم اتعلم طبعا عشان تشتغل نسوي ولادة، لازم يكون عندك انت خبرة في الجراحة، لازم يكون عندك خبرة في الامراض الباطنية عشان تتعامل مع الام اللي عندها سكر، الام اللي عندها ضغط، يعني كل هذا اشياء باطنية. فالمهم دخلت الباطنية تعقدت. ليش؟ ليش؟ مريض الباطنية يروح يجيك مريض ويطلع منك مريض. لا حول الله. يعني يقعد شوية برا البيت ويرجع مرة ثانية. فما تحس ذاك يعني لما تشتغل جراحة وتشتغل باطنة فرق وايد. ما تحس إنك أنجزت. أنجزت شيء. شيء لأنك المرضى والمرضى كلهم يعني كبار السن ولا تلاقي عندهم أمراض مزمنة. فمليت صراحة. فالله يذكره بالخير الدكتور عبد الرحمن العوضي كان يدور على أطباء كويتيين يروحون الصين يتخصصون بالطب الصيني. بالطب الصيني نعم. كان هو حديث. صحيح يعني صحيح. يعني حديث. رحنا 76. 76 رحنا الطب الصيني، وكانت يعني دورة من قبل الحكومة، يعني الحكومة الصينية هي اللي مشرفة عليها. فكنا نعيش في بيوت الدولة يعني اللي هي جيست هاوس. نعم. فكنا يعني مكرمين، حتى كنا ناخذ راتب من الحكومة الصينية. من الحكومة الصينية. فالمهم كم كان عددكم دكتور؟ لا احنا كان عددنا 13 واحد. بس احنا من الكويت كنا ثلاثة. يعني في مختلف الدول، كان معانا من الامارات، من العراق، كان معانا واحد من كندا مشكل يعني بالدورة هاي مالت الطب الصيني. المهم أنا خلصت الطب الصيني في شهر 7 سنة 76. كم كان مدة الدورة؟ 4 أشهر. 4 شهور. نعم. بس 4 أشهر كانت كافية أن تعطيك كل العلم كله مال الطب الصيني. حتى أنا وصلت مرحلة أن أنا أتعامل مع المريض الصيني وكلمه بالصيني، يعني كم كلمة أقدر أقول له، يعني الأشياء اللي تمني، طلع لسانك ورني إيدك كذي يعني، عرفت إيش المصطلحات الطبية اللي تحتاجها. نعم. صحيح. نعم. فبعدها رجعت الكويت. طبعا متوقعين ان احنا نسوي شيء، لان الطب الصيني شيء جديد يعني. ها، فاتذكر انا سويت شغله يعني ما تنسي يعني، لما رجعت اشتغل في الجناح نفسه مال الباطنيه اللي كنت فيه، لقيت مريض كان عنده شلل، ولد كويتي شباب، شلل بس عنده في ايده هذه ما تتحرك، و يعني تقزها بالدبوس ما تتحرك، طايحة بسبب انه هو نام عليها. النومة هاي لما تنام على الكرسي كذي تضغط على المنطقة هذه، ممكن الواحد ايده تنشل بسبب الضغط اللي يكون على الاعصاب. فهذا اللي صاير له. ترجعني دكتور انت دارس الطب الصيني، يعني ارجوك سوي شيء. والله انا قلت له ان شاء الله. فأنا عارف بالطب الصيني عندهم يعني النقاط تدخل فيها الإبرة. نعم. نقاط قوية جدا أو مواقع يعني مواقع في الأوردة يعني الموقع هذا اللي يحطونه بالإيد هالصوب. هذا يعني حتى يقول لك إذا واحدة حامل بالثلاث أشهر الأولى ممكن تجهض إذا حطيت لها الإبرة هذه. من قوتها يعني. لأن تأثر على الجسم. نعم. واحدة ثانية بالكوع، قمت حطيت لها الإبرتين دول، ما أدخل ما السحر صراحة قلت بعد شوف يمكن 3-4 ساعات أنا كنت قاعد عندي خفارة. نعم. ولا هو جايني كان يقول لي دكتور تشابك. أي والله ما أقول لك شنو صار. شو أقول تفضل الدكتور أنت عندك هالسحر هذا وقاعد بالكويت. وين أروح
المهم قول انا درست عشان الكويت. اي والله. المهم قوم اتصل في الصحافه، هو ثاني يوم ولا كم واحد جايني يعني جريده القفص، واحد منهم الله يذكره بالخير ما اعرف اسمه موجود ولا لا، اسمه جمال كاشف. كان يقول لي دكتور احنا حنعمل لك مقاله كبيره. قلت له وين تصريح مالك مال الوزاره؟ جاب لي تصريح الوزاره. ثاني يوم وينزل بالصفحه الاولى حالات الشلل تعالج في الكويت. هذا المانشست مال القبس، هذا الحكي في 76. ها بعدها بيوم، يوم اللي وراه صفحه ثانيه. شو مسوي؟ هو مسوي المقاله ومسوي سائل الاطباء اللي بالجناح، تحقيق كامل، تحقيق كامل، سائل المرضى اللي بالجناح، السسترات كلهم سائلهم على شنو اللي صار. دكتور نأخذ استراحة قصيرة ثم عودة عزيزي المشاهد لاستكمال الحديث عن بدايات العلاج بالطب الصيني في الكويت مع الدكتور راشد عبد العزيز العويش. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد عودة مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور راشد عبد العزيز العويش واستكمالا للحديث حول الطب الصيني في الكويت. دكتور بعد هذه المرحلة ونستطيع أن نقول بأن علاجك لمريض هي كانت الخطوة الأولى التي وضعت خطواتك على الطريق الصحيح في هذا العلم الجديد في الكويت. نعم. في ذلك الوقت أو العلاج الجديد في الكويت. نعم. يعني بعد علاجي للمواطن الكويتي صراحة صارت لي يعني غصة كبيرة ما أنساها يعني أنا، وكانت لي تجربة يعني. طبعا الصحيفة أكدت على الموضوع وأكدت على أن حالات الشلل تعالج في الكويت. نعم. وأن الدكتور راشد هو اللي قاعد يعالج الحالات هذه. ثلاث أربعة أيام بعدين الوزارة دزت لي لفت نظر. يعني بدل ما تاب شكره. طبعا جنة دكتور جديد يعني وصار لي سنة متخرج، ها لفت نظر شيء كبير يعني. فرحت حق وكيل الوزارة الله يرحمه الكريم مراد، كان أقول له شنو الموضوع؟ كان يقول لي أنت سويت لنا مشكلة كبيرة، لازم تروح تشوف الدكتور عبد الرحمن العواضي. كان هو الوزير. كان هو الوزير. الله يعطي العافية. رحت له والله يا ولدي يا ابني ايش سويت؟ ماشي وقلت ايش سويت؟ أنا ما سويت. يعني المفروض تشجعوني. كان يقول لي ما بقى دولة ما بعثت لنا رسالة يبي يدزون مرضى من عندهم. الجزائر على قولته، تلكس، السعودية عندهم من الأسرة الحاكمة بيدزون. تشتبه تعالج. وانا عارف، يقول لي انا عارف انت اللي عالجته شنو. بس قلت له بعد شو اسوي؟ انا الجريده كتبت حالات الشلل. بعد انا كان يقول المهم دير بالك ترى الاعلام سلاح لوحده. حدين. نعم صح. يا يوديك فوق يا ينزلك تحت. فدير بالك في التعامل معه. تعامل وهذه كانت يعني بالنسبه لي، لان انا صراحه بعدك كان كل شغلي مع الاعلام. اي نعم. يعني يمكن أكثر واحد بحكم. نعم. عملي بالصحة العامة. وأعتقد هي يعني هذه كانت فاتحة خير. نعم. لبعدها أيضا أنشئ مركز. صحيح صحيح. أنا اللي أشرفت عليه من البداية صراحة. وأنت طبعا كنت وراء. نعم. هذا العمل. نعم. للعلاج بالإبر الصينية لغاية الآن موجود. ولحد الآن. نعم. موجود. نعم. نعم. وهو علم يعني لا. نعم. ينكر، ولكن أيضا أدى يعني. صحيح. صحيح. في مرحلته. صحيح. ما هو مطلوب منه ولا زال يعني في ناس كثيرة. نعم. مستفيدة فيه وتستفيد. صحيح. أكيد. نعم. نعم. دكتور راشد بعد هذه المرحلة طبعا أنت كنت حديث التخرج، ولكن لابد أنك فكرت في أنك تكمل دراساتك العليا. صحيح. في الماجستير. نعم. والدكتوراه. نتوقف عند هذه المرحلة ونشوف ما هي ظروف حصولك على الماجستير ثم الدكتوراه. نعم نعم. كان في صراحة يعني بعثة
هي مع منظمة الصحة العالمية. نعم. يعني الشهادة كانت يعني شهادة صادرة من منظمة الصحة العالمية. وكان مكان التدريس هو جامعة طهران. يعني بس باللغة الإنجليزية الدراسة. والطلبة من مختلف الدول. فكانت فرصة إن أنا أروح يعني أتعرف ولو إن كان علم جديد اللي هو علم الصحة العامة. أو الطب الوقائي أو تقولون أو طب المناطق الحارة. نعم. ونعم فسافرت إلى طهران وقعدت في الدراسة 16 شهر. حصلت على الماجستير والحمد لله بعد كان تقديري جيد يعني عالي جدا. وعميد الكلية في جامعة طهران أو جامعة الصحة العامة أو كلية الصحة العامة كان خريج من أمريكا من جامعة نورث كارولاينا اللي هي شابل هيل. وهو اللي قال لي أنت لازم تروح تدرس هناك، لازم تروح تكمل، وأنا حسوي لك تزكية وريكومنديشن يعني. وفعلا كتب لي حق الجامعة وقبلوني، كملت على طول يعني قعدت سنة بالكويت ورحت كملت مباشرة على الدكتوراه في الصحة العامة. أيضا ذكرت أنك أنت كان في وقت عميد السلك الدبلوماسي. نعم. الشيخ ناصر، يعني سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد، وكان هو عميد السلك الدبلوماسي، ونوجه له التحية بصباح. نعم. وتوقيع على شهادتك. صحيح. ما قصر صراحة بصباح، ويعني صراحة تبناني يعني كطالب طالب الوحيد اللي كنت أدرس. نعم. في إيران ذاك التاريخ اللي هو سنة 77 أيام الشاهنشاه الله يرحمه. وخلصت دراسة تقريبا في شهر 10 سنة 78 قبل التغيير اللي صار في إيران. الحمد لله يعني السفارة كانت وايد مهتمة فيني. نعم. وأشكر أنا سعادة السفير، ويمكن تعرفين اللي هو الكندري عبد الرزاق الكندري. أيضا نوجه لك تحية. نعم. عبد الرزاق الكندري بطارق. نعم. كان هو بطارق. نعم. الرجل الثاني بالسفارة. السفارة. أي فكانوا يعني الاثنين ما قصروا وياي، والحمد لله الواحد تخرج من طهران. طبعا بعد العودة قبل لا تروح لأمريكا أنت كنت موظف في وزارة الصحة العامة. نعم. كيف قضية الدكتوراه؟ يعني هل سمح لك أنك تروح؟ هل لازم تكمل سنة عمل مثلا؟ ولا كيف شفت الظروف مواتية لتكملة الدكتوراه؟ والله شوفي، يعني أنا ذكرت الدكتور عبد الرحمن العوضي الله يعطيه العافية، لأنه هو كان خريج هارفارد بالصحة العامة. نعم. فكان يعني يرحب في أن الكويتيين يتخصصون في هذا المجال. صحيح. ولما أنا أبديت يعني رغبتي في أن أروح أمريكا وأتخصص بالصحة العامة، وأنا التخصص مالي كان الوقاية من أمراض القلب. فكان يعني شيء زين، لأن تعرفين أمراض القلب في الكويت من زمان يعني تعتبر مسبب الأول وفيات وبعدها بتزايد يعني. حتى من بينها كان عندنا اتفاقية ما بين الكويت وما بين مركز مكافحة الأمراض اللي هو في أتلانتا. نعم. كانوا يجونا الكويت يسوون دورات حق الدكاترة اللي هم بالصحة العامة. وأنا أتذكر سويت بحث أخذت المركز الأول، وهذا يمكن اللي خلاني أدخل في مجال الأمراض القلب. قلب. وكان الدكتور عبد الرحمن العوضي، فبالتالي يعني تشجيعهم أن الواحد لازم يستمر بالصحة العامة. يعني كان شيء جيد والحمد لله. وأنا طبعا اللي ساعدني أن أنا يعني دراستي 4 سنوات بالطب، لكن قضيت 2 في أمريكا و2 في الكويت. لأن أنا سويت البحث مالي في الكويت. في الكويت. نعم. يعني أنا كنت سويت عيادات. عيادة في مستشفى مبارك، وعيادتين، واحدة في مستوصف الفيحة، واحدة في مستوصف اللي هو حولي اسمه، لا إله إلا الله. فكان العيادتين مقارنة ما بين علاج مريض عنده ضغط دم في على بالمستشفى او في المستوصف. في المستوصف. يعني يسمونها السبيشاليزد كير والكاستمر كير، اللي هو الرعايه المكثفه على مستوى عالي بالمستشفى او الرعايه المتوسطه. نعم. المتوسطه. نعم. اللي هي ايش اللي يعطي نتيجه احسن. ويعني اثبت بالدراسه ان على مستوى الرعايه الاوليه هذه، لو تحط يعني عياده بنظام معين بمتابعه
والمتابعة لها دور كبير في أنك تتابع المريض حتطلع نتائج أحسن من أنك تعالج المريض مع ضغط الدم في المستشفى. وهكذا يعني اختصرت الزمن في قضية الحصول على الدكتوراة. نعم. أي سنة دكتور أخذت شهادة الدكتوراة؟ أنا مثل ما قلت رحت في شهر 8/81 وتخرجت في يناير 30 يناير 85. وبعدها على طول مباشرة الوزارة طبعا رقتني من رئيس قسم إلى نائب مدير إدارة الصحة العامة. وطبعا بديت شغل الصحة العامة اللي هو طبعا لا يخفى عليك موضوع الصحة العامة هذا موضوع يعني داخل في كل النشاطات مالت الدولة. يعني إدارة الصحة العامة هاي لها علاقات مع كل الوزارات، مع الأشغال، مع البلدية، مع الشؤون، مع كل الوزارات تلاقي الإدارة هذه. فبالتالي يعني أعطتني هذه مثل ما أنت تفضلتي بالبداية ان التشجيع وبعدين نعم. ان يكون لك نشاطك على مستوى الدوله يعني نعم. بالتالي يعني الحمد لله الحين ليس دكتور تؤدي واجبك وتروح اخر النهار صحيح البيت صحيح وهذا. انا اتكلم عن المجتمع بشكل نعم. عام وقراراتي نعم. يعني اتذكر ان تهم المجتمع بشكل عام اكثر ما تهم مريض واحد نعم. واعتقد دكتور يعني في هذه الفتره كنا نشاهد لك الكثير من المشاركات عبر وسائل الإعلام. نعم. وأعتقد لفترة من الوقت كنت تقدم برنامج عن صحيح صحيح. تشارك أنا بديت في البرنامج اسمه أنت وصحتك. نعم. وبدأ البرنامج في 86 ووقفت سنة 94 برنامج. والحين طبعا الدكاترة الشباب الآن ما يقصرون فيهم البركة. بس أنا أتذكر برنامجي كان يعني عمل طفرة يعني في عملية التوعية وتكلم عن مواضيع كانت ممنوع يتكلم فيها. يعني أنا أتذكر سويت حلقة على حبوب منع الحمل كان شيء كبير يعني موانع الحمل أشياء كثيرة ناقشنا أمراض تناسلية هذه. فالبرنامج أخذ يعني صدى ولا زال يعني أنا لما أشوف الآن الشباب كل واحد يقول لي دكتور ترى أمي كانت تشوف برنامجك تحب برنامجك يعني كان لا صدى طبعا لا صدى في وخاصة في ذاك الوقت ما كان وسائل الإعلام كثيرة ومتعددة مثل الآن صحيح يعني صحيح صحيح فكان ما كل تلفزيون الكويت قدامنا فإحنا نشوف ما يقدم نعم نعم وكانت الناس فعلا تبي تعرف أي شيء خاصة أنت وتقدم المستجدات في مسألة العلوم الطبية. نعم. دكتور نتوقف عند الحقيقة المناصب التي يعني عملت فيها بوزارة الصحة. لم يقتصر دورك وعملك على أنك دكتور تعالج فقط، ولكن أيضا بدأت تأخذ مناصب إدارية فنية نستطيع صحيح أن نقول صحيح صحيح. ممكن نتوقف عندها بالتدريج هذه المناصب وكيف تنقلت بها، وهل يتعارض المنصب الإداري مع العمل الفني خاصة بالنسبة للطبيب أو المهندس؟ نتوقف في استراحة قصيرة عزيز المشاهد ثم عودة إلى ضيفي الدكتور راشد العويش. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور راشد عبد العزيز العويش والحديث حول المناصب الإدارية في وزارة الصحة في فترة عملك دكتور. نعم. أختم خالد، أنا طبيعتي يعني ما أحب أن أخلي الشيء مثل ما هو، يعني قضية التطوير هذا شيء أساسي بالنسبة لي. نعم. ويعني ما أحب مثل ما يقولون الناس اللي هم خلي كل شيء على طمام المرحوم. أنا شغلة هذه يعني في كل الأماكن اللي رحت لها لازم بصماتي موجودة. يعني بداية أول ما مسكت المحجر الصحي
هذا الحكي اول ما صرت. هو الحين موجود المحجر؟ لا لا، ما انا قاعد اقول لك الان المحجر الصحي لما جيت مسكته انا، هذا الحكي سنه 78، اي نعم، ماكو شيء اسمه الحجر الصحي، ايه. انه خلص انتهى الامراض المحجريه اللي هي الكوليرا والجدري. طبعا الجدري انتهى من العالم سنه 91، والدكتور عبد الرحمن العوضي هو اللي وقع على شهاده وفاته. فقلت انا حق الدكتور العوضي احنا لازم نطور هذا الشيء، يعني ما في شيء اسمه حجر صحي. قال لي احسن شيء انت قبل لا تاخذ قرار روح شوف الناس شو مسويه. فسوى لي مهمه رسميه، رحت الى موانئ اللي حوالينا، ميناء سنغافوره، ميناء هونغ كونغ، بومباي، يعني هالاماكن مال شرق اسيا. ليش هذه الدول يعني؟ عشان بالذات ميناء سنغافوره، يعني ميناء سنغافوره هذا يعتبر من الموانئ المثاليه. يعني انا اتذكر الحكي اللي انا اسوي سنه 81، ميناء سنغافوره ولو ان سنغافوره صغيره كان يستقبل 350 باخره باليوم. هي الدوله كلها يمكن مو ربع الكويت، يمكن ما تي واحد على 16 من الكويت، بس فيها حركه طبعا. في حركه طبعا، سنغافوره معروفه يعني كدوله متقدمه. فكان اكثر مينا يقبل هذا، واحنا قلنا طبعا بدت عندنا يعني مو عندنا يعني حوالينا اللي هي الحرب العراقيه الايرانيه، فكثرت البواخر على الكويت، فكان لابد ان احنا لما نتكلم على الحجر الصحي نتكلم على رغابه البواخر من الامراض اللي تجي عن طريق المسافر، الامراض اللي تجي عن طريق البواخر، اللي تجي عن طريق السيارات، اللي تجي عن طريق الطيارات. هذا هو الحجر الصحي اللي هو يسمونها القوانين الدوليه اللي تحد من دخول الامراض عن طريق وسائط النقل. فبعد هذه الزيارات وبعد رحت امريكا، رحت نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس انجلوس، لفيت على الموانئ اللي هناك. بعدها رجعت قلت حق الدكتور احنا نغير الاسم اول شيء. فغيرناه من محجر صحي الى صحه الموانئ والحدود. لا زال الاسم موجود الان. ولغينا قضيه ان ان ان, إن في كان اول في كان مراكب صحه. تطلع من الـ 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 المركز وتروح حق الباخره في عرض البحر وتفتش عليها ويوافقون انها تنزل العلم في علم اصفر اسمه علم الحجر الصحي. نعم. لازم ينزل العلم، معناته هي الباخره هاي نظيفه سليمة. هذا اللي لغيناه احنا. قمنا الباخره تدش وتبلغ هي وهي برا، تبلغ اسئله معينه نجاوب عليها اي ولا لا، ولما يجي الشاطئ كان الاول اذا تتذكرين. هل هذه فيها ضمانه يعني عدم التدليس يصير؟ طبعا انت لما تحط قوانين زينه وتحط رقابه زينه كل شيء. ما ادري سنغافوره شو تسوي غير كذي. ياخذ كل البواخر تدش وياخذون لهم راندوم 10 15 باخره. بس يا ويلك اذا انت خالفت. عرفت شلون؟ الشيء الثاني يتعق مطار الكويت. مطار الكويت الاول كان فيه مكتب حق الصحه، اذا تذكرين طبعا. كان قاعد مندوب الصحه بس عنده الدفتر الاصفر يطقه كذي. طب انا شو طقه قاعد انت اصلا ما تسوي شيء. انت شفت كان يقول هاي القوانين. قلت القوانين ما سهل. قمنا شلت الكشك هذا وشلنا ووقفنا الشهادات. فهذه اشياء يعني كلها صراحه تغيرت لغايه الان طبعا راحت. وهذا كله يعني الحمد لله هذا شغل مالي. يعني الشغله الثانيه العماله اللي كانت تجي الكويت. يعني ابتداء من اول ما مسكت الاداره انا في 88 ساهمنا في اصدار قانون الايدز في سنه 88. هذا البعبع نعم. كان فتره صحيح. 87 سويت برنامج العماله الوافده. ان كل واحد يدخل الكويت لازم ينفحص بالكويت عن الدرن وعن الايدز. وبعدها دخلت التهاب الكبدي با والتهاب الكبدي جيم، كله يعني كله نشاط منا. طبعا انا يعني الوزاره الحمد لله يعني اذا يحسون اذا في واحد قاعد يعني يطور تدعمه يعني. وفعلا اذا كنت تسوي شغلات يعني يعني لها اهميه مدود على نعم. الحياه العامه تطور الوضع اللي بديت انا من 94 رحت الى خارج الكويت. بديتها في سريلانكا وفي الهند. وحددنا مراكز هي تفحص العماله اللي تجي. في 96 دول الخليج تبنت فكره الكويت مات 94. وطلعت انا وياهم اخذوا كل النماذج اللي انا سويتها حق الكويت وشالوا شعار مال الكويت وحطوا شعار مجلس التعاون. ولا زال برنامج العماله الوافده لغايه الان هو يطبق على كل نفس اللي انا سويته.
نفسه من سنة 86 لغاية الآن. الأمراض اللي حاطينها اللستة شنو يعني كل الأشياء اللي سويناها الحمد لله ما تغير فيها أي شيء. بالإضافة طبعا إلى أن هني بالكويت الآن صار في تطوير طبعا أخواني اللي هو بعدي طوروا ودخلوا الحاسب الآلي، ولو أن هاي الفكرة كانت من زمان صراحة موجودة بس يعني طبقت الآن وهذا شيء جيد. بعد هذه المرحلة في أي منصب عملت يعني في وزارة الصحة؟ يعني أنا مسكت رئيس قسم وبعدين نائب رئيس قسم وبعدين قصدي نائب مدير إدارة وبعدين مدير إدارة. ومدير الإدارة أنا مسكت من 88 إلى 2008 تقريبا 20 سنة. وبعدها صرت مستشار في الوزارة في مكتب وكيل وزارة الصحة العامة. ساهم طبعا من خلال هذا المكتب في أن أنا مسكت قرارات اللي هي ترقيات الأطباء. نعم. أنا مسكت اللجنة اللي هو يسمى المجلس التخصصي للصحة العامة. ويمكن الشغلة الوحيدة اللي أنا بعد ما قلتها، بس طبعا هذا الشيء مع وجودي في الجمعية الطبية، إن إحنا يعني غيرنا الكادر مع الأطباء. يعني كادر الأطباء في 93 اللي طلع ساوى ما بين الأطباء الأول. أول ما اشتغلت أنا بالوزارة كان طبيب الصحة العامة درجة جيم، طبيب المستوصف درجة باء، طبيب المستشفى درجة ألف. شلون بالراتب يعني؟ بالامتيازات. ليش هذا الشيء كذا نظام كذي؟ فاحنا اشتغلنا على هذا الموضوع، وانا اشتغلت بالنسبه حق الصحه العامه. زين، من كان مصنف هالتصنيفات دكتور؟ مصنف طبعا الناس اللي هم بالوزاره اللي ماسكين الجراحه وما ادري شنو، ما انا بذكر اسماء. ايه. اللي هم غير اللي هو يعتبر الطبيب هو اللي ايه؟ لازق في المريض هو. ايه؟ هذا الطبيب. ايه؟ اما اللي يشتغل برا مثلنا احنا يعني الصحه العامه اللي ندافع عن صحه المجتمع بشكل عام. وتوفر الوقايه. يعني احنا دائما نقول لو مو موجوده الوقايه كان العلاج زاد. صحيح. يعني انت كل ما وفرت اشياء وقائيه كل ما قللت المستشفيات. فالوقايه هي يعني خير من قنطار علاج. معروف هذا الشيء. لكن النظره الطبيب هو اللي معلق السماعه. وهذا الطبيب اللي هو يعالج، لكن هذا لكن لو في برنامج وقائي برا ما كان حد يوصل للمستشفى عشان الطبيب. صحيح، بالضبط هالشكل. فنعم دكتور، اهم يعني المعوقات اللي تصادف الطبيب في عمله وخاصه في وزاره الصحه، يعني في أشياء كثيرة ربما إدارية ربما قرارات حكومة، كيف التغلب عليها في مجال عملكم؟ والله أم خالد، أنا صراحة يعني وايد تشجيع حصلت من الوزارة. الحمد لله يعني. لأنك أنت من أوائل. نعم. فما أتذكر يعني معوقات إلا بعض الأحيان ساعات صراحة يصير تصادم مع بعض الأشخاص. وتصير لأشياء شخصية. يبتدي هو يضاددك في أشياء معينة. لا، ولو أنه مقتنع اللي قاعد تسويه أنت صح. بس أشياء شخصية، أنت سويت شيء تعديت على شغلة، هذه يمكن الأشياء. لكن لما نتكلم على ميزانية، نتكلم على أي شيء يحسون فيه نتكلم على الصحة العامة بالذات، ويمكن التطعيمات. يعني إحنا دخلنا برامج تطعيمات تكلف ملايين. والحمد لله الوزارة كانت دائما من تحط لها يعني المبررات وأهمية هذا التطعيم. ويمكن أن أعطيك مثال، إحنا في سنة 90 دخلنا تطعيم مع التهاب الكبدي باء. سنة 90 الآن نتكلم على يعني الناس اللي عمرهم 27 سنة الآن كلهم طعامين. كل اللي طعمناهم ما عندهم التهاب كبدي الحمد لله. فالبرامج التطعيم وايد مهمة. ممتاز. يعني اللي هي الوقاية. صحيح. يعني احنا نعود إلى موضوع الوقاية. صحيح. دكتور، أيضا أنت ساهمت في إعطاء دورات تدريبية، ساهمت في التدريس كلية الطب، معهد التمريض، دورات أخرى في، فكيف يعني هذه تكلمنا عنها لو سمحت؟ يمكن أنا أول دورة ساهمت فيها اللي هي دورة فنيين، مو فنيين، اللي هو إحصاء. يعني الوزارة في الثمانينات فكرت في موضوع الإحصاء وإدخال الملف الطبي، فكانوا لازم يسوون كادر من الإحصائيين. اللي هم مدربين عندهم يعني. أيوة، عندهم قدرة على إدخال البيانات، تحليل البيانات. فسووا دورة إحصاء. ومن بين دورة الإحصاء كان واحدة من الأشياء اللي هي الصحة العامة، التوعية الصحية، كان جزء من 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 من
من تدريسهم، فأنا أتذكر يمكن هاي بديت في التدريس هذا. بعدها دخلت في دورات مالت فنية تعقيم، مساعدة ممرضة، كلها كنا نعطيهم اللي هو يعني الطب الوقائي كعمل. بعدها طبعا لما سويت الدكتوراه قمت أدرس في جامعة الكويت، فدرست في كلية التربية اللي هي بكيفان من سنوات. بعدين دخلت كلية الطب، قمت أدرس سنة خامسة، أعطيهم اللي هم القوانين الدولية والطب الوقائي. الطب الوقائي. نعم. درست في كلية العلوم الصحية اللي هو فني بيئة وفني صحة وقائية. درست هذا. فأعطاني يعني مجال كثير يعني الواحد الحمد لله. يجب أن تنقل خبرتك للآخرين. نعم. يعني بجانب طبعا اللجان. يعني اللجان اللي شاركت فيها يعني كثيرة يعطيك كثيرة و يعني الواحد الحمد لله على كل حال. أهم الأوسمة والتكريمات التي حصلت عليها دكتور رشد. نعم نعم. طبعا يعني الوسام اللي الواحد يعتز فيه طبعا اللي هو أنا حصلت عليه من الوزارة، واللي يعني الوزارة كرمت ما قصرت، يعني كرمت معظم القيادات اللي كانت موجودة أثناء الاحتلال العراقي. وأنت كنت طبعاً. نعم أنا ما أنا نعم. من الناس اللي يعني استمريت في العمل في مجال الصحة العامة، وحافظنا صراحة على أهم شيء كان هو أن برنامج التطعيم ما يتأثر. شلون كنتوا قدرتوا يعني تحافظون على يعني مكتسبات الكويت الصحية في المجال الوقائي في فترة الغزو؟ وإحنا يعني كانت مسألة. نعم نعم. أكون أو لا أكون. نعم. يعني لا هو طبعا يعني كمية الدمار كبيرة والنهب كبير. يعني أنا أتذكر عندنا المبيدات الحشرية كانت عندنا كميات كبيرة. نعم. في مشروع القوارض اللي موجود في شويخ كانت السيارات التريلات تي وتشيل ما خلوا شيء يعني هذا. للأسف المختبرات الصحة العامة اللي كانت عندنا يعني كل الأجهزة شالوها، ويعني كان شيء مخطط يعني عارفة. يعني أنا أتذكر مختبرات الصحة العامة قبلها يمكن بستة أشهر واحد يانا يعني خبير من العراق وقعد يداوم في المركز يحسب كل شيء. ليونا ساعات يونا معاهم كتالوج على حماية البيئة، يسأل الجهاز هذا وينه، السيارة هاي وينها، بالكتالوج اللي عنده. فكان الشيء مخطط يعني. لكن الحمد لله مجال التطعيمات هو كان مهم اللي ما تأثر البرنامج التطعيم. يعني سبعة أشهر مالت الغزو هذه أو قصد الاحتلال معظم التطعيمات استمرت بالناس الأطفال اللي موجودة، مو بس مجهودنا، مجهود الشباب طبعا اللي بالمستشفى بقصدي بالمساجد وهذا. ويمكن جت فترة قالوا إن واحدة من المحافظات أتذكر العراقية محتاجة نوع من التطعيم وبيأخذون تطعيم اللي بالكويت، فإحنا دافعنا إن إحنا هني تحمل الأولاد من المحافظة 19 فمحاجة لهذه يعني يعني قدرنا نخلي. هل حاولتوا تخشون شيء من ال معظم التطعيمات طلعت من المستودعات راحت البيوت وراحت البيوت والسراديب. أكيد أكيد دكتور. الحقيقة الحديث معك شيق وممتع وطيب، إن إحنا نتعرف على الدكتور راشد العويش الذي طالما شاهدناه عبر وسائل الإعلام واليوم نشوفه عن قرب. شكرا لك على إعطائنا هذا الوقت من يعني وقتك الثمين. عزيزي المشاهد نحييك لحسن المتابعة، تحياتي.